حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد من الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من المدى. الحشد استعرض بعيدا عن بغداد ب 55 كيلومتر وبمقاطعة 7 ألوية. نقرأ في العربي الجديد: كورونا يخنق تونس، نداء استغاثة من القيروان يطالب بمساعدة دولية. وعنونت الشرق الأوسط: مسيرات تستهدف أربيل والحشد يستعرض عسكريا. نقرأ في القدس العربية: الكاظمي يوقف 3 قادة أمنيين عن العمل. ونطالع في الزمان: قمة ثلاثية بين العراق والأردن ومصر في بغداد اليوم. عنونة العرب اللندنية: استعراض الحشد الشعبي، بغداد للكاظمي وبقية العراق لنا. وفي عربي 21: دعوات للمضي بالحراك ضد السلطة بعد قمع احتجاجات رام الله. الجثث المجهولة الهوية بين دوائر الطب العدلي والمقابر الجماعية، تقرير نشره موقع وكالة يقين. قد جاء فيه: تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة الجثث المجهولة الهوية والتي تكتظ بها دوائر الطب العدلي في بغداد والمحافظات، مثيرة القلق بشأن الآلاف من المغيبين العراقيين منذ أعوام لا يعرف مصيرهم حتى الآن. ويشير اكتشاف مزيد من المقابر الجماعية إلى أن كثيرا من هذه الجثث ترسل إلى تلك المقابر عندما لا يتعرف على أصحابها. ولا تعلن السلطات الحكومية في العادة عن أعداد الجثث المجهولة الهوية لتلافي الإحراج الذي تسببه للنظام الحاكم في البلاد، وتحت الضغط الشعبي الواسع والمطالبات بالكشف عن الجهات التي تقوم بهذه الجرائم، دعا رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح إلى التحقيق بملابسات العثور على الجثث وإعلان الحقائق وضرورة حماية أرواح المواطنين، لكن السلطات الحكومية لم تعلن إجراء تحقيق حول الموضوع حتى الآن. وتتوجه أصابع الاتهام إلى أطراف حكومية وجماعات مسلحة تابعة للأحزاب الحاكمة بارتكاب هذه المجازر، حيث قامت هذه الجهات بتصفية الآلاف من المدنيين والمعارضين العراقيين خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يفسر التعتيم الحكومي على ملف الجثث مجهولة الهوية ويثير مخاوف جدية بشأن مصير المغيبين والمختطفين في البلاد. وبينت إفادات أدت بها عوائل مختطفين ومغيبين لمندوب قسم حقوق الإنسان في الهيئة تورط الميليشيات الطائفية بدماء أبنائهم. وقال والد متظاهر معارض للحكومة اختطف منذ أكثر من عام ولا يعرف عنه شيئا، أن ذوي المخطوفين يعرفون من يقوم بالاختطاف والقتل، وأن الحكومة أيضا تعرف القتلة وهم منتمون إلى الأحزاب السياسية والميليشيات، لكن السلطات لا تجرؤ على ذكر أسمائهم. هذا وأكدت منظمات حقوقية وإنسانية في الداخل والخارج تكتم السلطات الحكومية على هذا الملف، خصوصا فيما يتعلق بأعداد الجثث، ولم تصدر إحصائيات رسمية بها، ولكن يمكن الاستدلال على حجمها من سجلات الحوادث في مراكز الشرطة والتي تؤكد أنها كبيرة جدا. ولا تتوقف تقارير هذه المنظمات عن تنبيه النظام الحاكم في العراق وإعلان الرأي العام الدولي عن جرائم الخطف والتغييب القسري والتعذيب والقتل التي ترتكبها الميليشيات التابعة لإيران المدعومة طبعا من الأحزاب الحاكمة. الانتخابات العراقية لن تغير من الواقع شيئا، هكذا يرى الكاتب حسين صالح السبعاوي قائلا: بدأت وعود المرشحين للانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في 10 من شهر تشرين الأول هذا العام بسقف عال لا يقبله عقل ولا منطق،
فمنهم من وعد بإعادة أهالي جرف الصخر إلى مناطقهم، ولا يستطيع لا هو ولا أي مسؤول حكومي الدخول إلى هذه المنطقة بمن فيهم رئيس الوزراء وأعضاء حكومته بحسب قول الكاتب. وآخر يعيد بإطلاق سراح سجناء، وآخر يعيد بإعادة المغيبين إلى أهلهم، وآخر يعيد ببناء المدينة وفق تصاميم حديثة تكون أحدث من التصاميم التي بنيت عليها مدينة دبي. فكل مرشح يعد بما لا يحلو له من وعود، وكأن الطائفية السياسية الحاكمة في العراق قد انتهت. إن العملية السياسية الطائفية التي أسسها المحتل الأمريكي ويرعاها المحتل الإيراني لا تصلح للمجتمع العراقي، ولا يمكن أن ينتج عنها حكومة وطنية خارج التقسيم الطائفي المعمول به بعيدا عن المصالح الأمريكية والإيرانية. الفساد المستشري في الدولة العراقية والمنتشر في كافة مفاصل الدولة لا يسمح بالبناء والتنمية، فبمجرد وصول المرشح إلى مجلس النواب تجده ينضم إلى مجموعة الفساد ويكون جزءا منها، وبالتالي لا يستطيع الإيفاء بوعوده مع ناخبيه، والواقع يشهد على ذلك. عجز الدولة ومؤسساتها عن مواجهة الميليشيات والجماعات المسلحة، فكيف يستطيع النائب البرلماني أن يعيد أهالي جرف الصخر وبقية المهجرين إلى مناطقهم في الوقت الذي تكون فيه الدولة بكل مؤسساتها عاجزة عن الدخول إلى المنطقة المهجر أهلها؟ وكذا المغيبين والمعتقلين والمخفيين، كل هؤلاء ملفاتهم مرتبطة بإيران وحلفائها في العراق. التزوير والمال السياسي الفاسد هما الوسائل المعتمدة في كل انتخابات تجري في العراق منذ عام 2003 وإلى الآن، فكيف سينتج لنا مثل هذا النوع من الانتخابات مجلسا يمثل إرادة الشعب، وكيف لنزيه أن يصل إلى المجلس في مثل هذه الانتخابات؟ أضاف الكاتب: أعتقد جازما أن جميع وعود المرشحين ستذهب في مهب الريح، وأن المواطن العراقي على يقين أن هذه الانتخابات لن تختلف عن سابقتها، وأن الطائفية السياسية والميليشيات والفساد باقون ولن يتغير شيء، بل إن هذه الانتخابات ما هي إلا إضفاء للشرعية على مرحلة جديدة من التهجير القسري والتغيير السكاني والفساد ومزيد من الانتهاك لحقوق الإنسان. تساءل الكاتب فاروق يوسف: هزم الأمريكيون في الفلوجة في عام 2004، فهل سينتصرون عليها في لعبة فيديو؟ هو مشهد من لعبة ستة أيام في الفلوجة. يقولون لا توجد رسالة سياسية من وراء هذه اللعبة. ويؤكد الكاتب: هل نحن بحاجة إلى أن نقتل مزيدا من البشر في العالم الافتراضي؟ أصيب العقل الأمريكي بلوثة الفلوجة بعد أن كاد يشفى من لوثة فيتنام. وفي كل المقاييس هزم جيش الدولة الأعظم في الفلوجة التي قاومت وقرر شبابها أن تعبث أصابعهم بصفحة التاريخ التي يكتبها المنتصرون. ماتوا واقفين بعد أن تأكدوا أن مدينتهم انحرفت من قدرها. يعرف الأمريكان أن الفلوجة لن تنسى، عارهم فيها لن ينسى. إن محيت من على الأرض فإنها تبقى في مكان خفي لا تصل إليه أسلحتهم الفتاكة. الفلوجة باقية، الجثث التي دفنت في حدائق المنازل أزهرت. في كل حديقة هناك نصب تذكاري قام من تلقاء نفسه، لم يصنعه أحد، توطأت عناصر الطبيعة على صنعه، النار والهواء والماء والتراب. معجزة الفلوجة أن ذعر أطفالها يرى، صيحات نسائها تشق الزمن لتصل نظرة كما كانت أول مرة، وشجاعتها وهي تحارب مضطرة أعظم جيش في التاريخ البشري هبطت عليها من السماء. النعمة مقابل القسوة، الإلهام في مواجهة الموت. ليست مدينة لتنسى، لقد وقعت القيامة هناك عام 2004. خيل إلى الأمريكان أن حربهم في العراق تنتهي هناك، رشة من الفوسفور الأبيض وتصير المدينة رماداً. لم يخطئوا في تقديراتهم، لقد تعهدوا بأن لا يهزموا أمام شعورهم بالخزي، فمضوا في العار إلى أقصاه. الدولة التي غزت العراق بحجة امتلاكه أسلحة كيماوية لجأ جيشها إلى السلاح الكيماوي من أجل أن لا يهزم، ومع ذلك فقد هزم.
لعبة 6 أيام في الفلوجة إذن تحاكي معركة الفلوجة في عام 2004 من أجل تحقيق انتصار عن طريق التسلية واللهو، وهو ما يسعى الأمريكيون به إلى أن يدفعوا بجريمتهم إلى الظل. ما حدث أن كل شيء صار يتبرأ منهم بكونهم قتلة، لذلك قرروا أن يلجأوا إلى اللعب ليكون مقابلا للحقيقة. ستقول الحقيقة كمن يلعب، لا فرق بين الاثنين ما دام القانون الدولي يخضع لهيمنة أمريكا القوة المهزومة في الفلوجة. ذكر الكاتب خير الله في مقال نشرته صحيفة العرب اللندنية: يفترض في اللبنانيين أن يعوا أن بلدهم لم يعد قابلا للحياة في ضوء وجود دولة داخل الدولة ورئيس للجمهورية لا يستطيع أن يكون حكما ومرجعية للبلد. صارت دولة حزب الله تدير دويلة لبنان وتسيطر عليها، وهذا لب المشكلة. ما يحدث في لبنان حاليا من تدمير للنظام التعليمي والمستشفيات والخدمات والسياحة والإعلام أمر أكثر من طبيعي. مطلوب إلغاء لبنان لا أكثر. مطلوب تدمير مؤسساته الواحدة والأخرى. ليس أفضل من العهد القوي لتنفيذ هذه المهمة. نظرة إلى تاريخ رئيس الجمهورية الحالي أكثر من كافية لاكتشاف أن ميشيل عون الرجل المناسب لهذه المهمة التي بدأها عندما وجد في قصر بعبدة في العامين 1989 و1990 كرئيس لحكومة مؤقتة لا مهمة لها سوى تمهيد الأجواء لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس أمين الجميل. عمل كل شيء ما عدا المهمة الموكلة إليه. نرى العهد القوي يعمل حاليا كل شيء باستثناء المهمة التي يفترض به القيام بها، وهي مهمة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من لبنان. إنقاذ اللبنانيين آخر ما يشغل حكومة العهد، فلقد ثبت لبنان طويلا، ثبت أولا في وجه اتفاق القاهرة إلى أن جاء العهد القوي، أي عهد حزب الله. لم يعد من أمل بأي مستقبل أفضل للبنان واللبنانيين ما دام ميشيل عون في موقع رئاسة الجمهورية الذي يديره عمليا صهره جبران باسيل، هذا بحسب الكاتب. أشهر موقع بوليتيكو تقريرا ذكر فيه أن التداعيات السياسية لموعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بخروج أو إخراج قوات بلاده القتالية غير المشروط من أفغانستان بدأت تقلق إدارته. وذكرت الصحيفة: في الأيام الأخيرة أكملت أمريكا أكثر من نصف خروج هذه القوات، واستولى الطالبان على عشرات المقاطعات الأفغانية وسط تحذيرات من أن الحكومة في كابول قد تسقط في غضون أشهر بمجرد مغادرة قوات أمريكية هناك. بايدن يخاطر بأن ينظر إليه على أنه الرئيس الذي خسر أفغانستان، والجمهوريون يعرفون ذلك، فيما يحاول المشرعون من الحزب الجمهوري مواجهة بايدن بالقول له إنهم حذروه من أنه سيتحمل عواقب الكارثة الأفغانية السياسية وغير ذلك. وقارنه البعض بقرار الرئيس السابق باراك أوباما للانسحاب من العراق عام 2011، ما ساعد في تهيئة الظروف لصعود تنظيم الدولة. وأشار آخرون إلى تشبيهات أقدم، وقال النائب مايك غالاغر الجمهوري من ولاية ويسكونسون عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: قد تكون هذه لحظة سايغون الفيتنامية، حيث ترى المروحية وهي تغادر، وهذا ما يربطه الجميع بسياسة بايدن. إنه يشبه العراق بشكل مخيف. لقد انسحبنا من العراق وفق جدول زمني ذي دوافع سياسية للوفاء بوعد الحملة، وبعد ذلك كان لدينا فوضى على الأرض وسيطرة تنظيم الدولة. التطورات في واشنطن وأفغانستان ليست مفاجئة بالنظر إلى مسار الصراع وهشاشة الدولة الأفغانية، ومع ذلك فإنها تسلط الضوء على المخاطرة السياسية التي أخذها بايدن في اختيار مغادرة أفغانستان دون شروط في وقت مبكر جدا من فترة ولايته. ذكر صحيفة وول ستريت جورنال من قبل أن مسؤولي المخابرات الأمريكية يعتقدون أن الحكومة الأفغانية قد تسقط بعد 6 أشهر من مغادرة القوات الأمريكية.
وقد تنبأ النائب عن ولاية تكساس مايكل ماكول وهو أكبر الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، تنبأ بإمكانية سقوط سفارة أمريكا في كابول أيضا. وقال في مقابلة قصيرة: جوهرة التاج ستكون السفارة في النهاية. في الموضوع نفسه، ذكرت صحيفة التايمز أنه مع تسارع خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، عمد الطالبان إلى إهانة جديدة للحكومة المحاصرة في كابول بسلسلة من الانتصارات الحاسمة في ساحة المعركة، مؤكدة أنه بعيدا عن هذه المعركة فإن طالبان تمهد الطريق للعودة إلى السلطة. المكتب السياسي لطالبان يستعرض عضلاته الدبلوماسية في قطر ويرحب بمبعوثين للقوى الأجنبية ويقدم نفسه على أنه حكومة أفغانستان المنتظرة رغم العنف المتصاعد في البلاد. وفي أحدث مؤشر ملفت للواقع السياسي في أفغانستان، يستعد الجيش الأمريكي للمغادرة بعد 20 عاما من الحرب. وأكد مسؤول طالبان حصريا لصحيفة التايمز أن المجموعة أجرت محادثات مع دبلوماسيين هنود في الأسابيع الأخيرة، تمثل هذه الخطوة تحولا تاريخيا في استراتيجية دلهي بعد عقود من العداء تجاه الحركة الإسلامية التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع جار الهند وخصمها اللدود باكستان. ومع ذلك، مثل بقية القوى الإقليمية بما في ذلك روسيا والصين وإيران، اتخذت الهند قرارا عمليا بالتواصل مع طالبان في إطار سعيها للاحتفاظ بنفوذها في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي. تم تسريب اتصال الهند مع طالبان لأول مرة إلى وسائل الإعلام الهندية هذا الشهر، ولم تنفي دلهي التقارير، مؤكدة فقط أنها كانت تتحدث إلى مختلف الأطراف المعنية في أفغانستان. هذا وأكد مسؤول كبير في طالبان لصحيفة التايمز أن المحادثات قد أجريت، ويعتقد أن الاجتماع عقد في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تضيف محادثات سلام متعثرة بين طالبان وكابول منذ العام الماضي. ولا تزال هويات الحاضرين في المحادثة الجديدة سرية، لكن وزير خارجية الهند جاي شانكار كان زائرا متكررا هذا الشهر إلى الدوحة. أزالت السلطات الفرنسية خياما لمهاجرين من دون مأوى أمام مبنى بلدية باريس، وأرسلت المهاجرين إلى صالتين رياضيتين. فقد فككت بلدية باريس الجمعة 250 خيمة أقامها مهاجرون بينهم قاصرون بدعم من جمعيات إغاثية للمطالبة بتأمين مأوى طارئ. وقد نقل 560 مهاجرا معظمهم أفارقة وأفغان، منهم نساء وأطفال، بحافلات إلى صالتين رياضيتين. وقال نائب عمدة باريس أيون بروسات في تغريدة على تويتر، قال إن البلدية تحملت المسؤولية ووفرت المأوى للمهاجرين غير النظاميين بما يفوق طاقتها، وأعرب عن رغبة البلدية في العمل على حلول مستدامة مع الدولة في مقدمتها استخدام المباني الفارغة. وقبل الختام، مشاهدينا، نبقى مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية.
هذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحافية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.